صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله تبداو يومكم بخير وعلى خير وتعم السعاده ان شاء الله في قلوبنا جميعا. اليوم في فيديو جديد في نهار جديد، قلت يلا نبداو هذا الفيديو اللي اخترت انه يكون على العبر الحكم، يعني كلمات تكون من الواقع. راح نقول لكم هضرات ويكونوا يعني هذو الهداير ولا الهدور راح يكونوا يعني هاتفين، يعني واش راح نقول؟ راح نقول لكم هدرة وكلام رزين. خليكم معنا، وقبل ما تنسوش اللايك. اللي حاب ينجح في حياته ما عليه إلا أنه يستحفظ على والديه ويقوم بهم ويتهلا بزاف فيهم. عقوق الوالدين، الأب والأم، علاش؟ لا خاطرش سر النجاح دعاوي الخير وهما سر النجاح. يعني اللي بغى ينجح في حياته يتهلا في والديه، يعني الام والاب الوالدين اللي وصى عليهم ربي والنبي، ربي يحفظهم لكم، ربي يحفظهم لنا، ربي يخلي لنا ويخلي لكم والديكم على صحه جيده ان شاء الله، وربي يبارك لهم في صحتهم طوالة العمر ان شاء الله. كامل اللي والدي حيين ربي يزيد يطول لهم في عمرهم، واللي مرضى ربي شافيهم، واللي ماتوا الله يرحمهم. فوالا واش نقول لكم، مدعاوي الوالدين، اللي حاب ينجح يتهلا في والديه ويدي دعاوي الخير ورايت الوالدين، واللي ما حبش ينجح في حياته وبغاش دعاوي الشر هو اللي يخير. دونك ما تروحوا لهك لهك، سر النجاح هو دعاوي ورايت الوالدين. وشيء واحد اخر راح نضيفه هو الكلمه الطيبه. في بزاف الناس يبليسوا ويتجرحوا الناس بدون مراعاه المشاعر. كاين حاجه اسمها جبر الخواطر. جبر الخواطر معناتها عليكم الخاطر، يعني راه مدخلاني، يعني الانسان لما تقولي له كاش كلمه كيما هذاك الزجاجه اللي تتكسر وصعيب باش تعاودي ترجعي الكاس الى تكسر كيما كان من قبل. ما اذا عاودتي رجعتي هذوك اللي بتي مخصو يبقى دائما هذاك لي سكال، يبقى دائما مفتت، ما يبقاش شباب، ما يبقاش زين، ما يبقاش. دونك تروح له هذيك الهمه والشان. دونك باش الواحد يستحفظ على المشاعر الاشخاص، يعني الانسان ربي سبحانه كرم الانسان لازم نراعوا المشاعر الاخرين، ما نهضروش برك. يليق الانسان لما يهضر يوجه رساله او يتكلم مباشره او خاصه قدام الاشخاص، يجي ينصح، يتكلم بادب، وكذلك يختار الوقت ويختار المكان الزمان ويختار الكلمات وكيفاش راح يهدر. وهذاك الشخص يعرف عقليته ولا شخصيته. كاين ناس سنسيبل، كاين ناس بزاف راجل، لازم علينا احنا نراعوا مشاعر الناس وما نكسروش الخواطر، ولكن لازم نتجبروا الخواطر. واذا كنتوا شفتوا انسان مكسور خاطره وجرحوه بالكلام قدامكم، ديفوندو عليه، دافعوا عليه، مهما يكون السن تاعو، لا بغى يكون كبير، لا بغى يكون صغير، لا بغى يكون مويان تاع الامر تاعو. المهم الانسان لازم يديفوند، يدافع، جبر الخواطر ولو بالكلمه الطيبه. الكلمه الطيبه باطل غراتوي. كاين بزاف الناس يبخلوا غير بالكلمه الطيبه. علاش؟ واش راح تخسري؟ واش راح تخسروا اذا هدرتوا هدره طيبه، هدره حلوه، هدره مليحه، هدره اللي تداوي؟ على بالكم باللي الكلمه الطيبه في الدنيا هذه دواء، على بالكم باللي الكلمه الطيبه في الاخره حسنه، راح تربحنا حسنات. وفي الدنيا الكلمه الطيبه دواء، يعني تداوي الجراح، تلملم الجراح، تداوي المشاعر. الانسان تعطيله كلمه طيبه يداوى، يبرى، يتجدد، يتغير، يفطن، يحس بالبنة بالوجود، لافي، بالذوق تاع الحياه. دونك حاولوا اننا نراعوا مشاعر الاخرين، واننا نجبروا الخواطر، واننا ما نقفوش وما نشتموش وما نعاملوش وما نسبوش. وانما الانسان لازم يكون ثقف فكريا، ولازم يراعي نفسيه الاشخاص، لانه كاين صح ناس بيناتنا ومعانا وحوالينا، ناس تري سونسيبل، ناس اللي يجوزوا حياتهم ربما طفوله صعبه صعيبه بزاف، ربما يجوزوا محاين مشاكل وما يهدروش، ربما ما يحكوش. دونك نراعوا مشاعر ناس اخرين، نراعوا المشاعر ونجبروا الخواطر ونتكلموا ونتلفظوا بالكلمات الطيبه ونقولوا هدره زينه. والكلمه الطيبه دواء. عسى الله ان نحن نقولوا كلمه طيبه، عسى الله انه يجبر ثاني بخاطرنا ويراعي مشاعرنا. ربي سبحانه قالك ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. امر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إذا شفنا واحد غالط ولا ظالم ولا يحلف في كاش واحد يقول نقتلو نضربو نبهدلو، نحاولوا أننا نرجعوه لعقله، خاصة في وقت الغضب الإنسان ما يكونش يتحكم في عقليته 100%، يعني الإنسان ما يكونش بكل قواه العقلية 100% لما يكون في حالة غضب شديد. لازم حنا في هذاك الوقت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لازم نكونوا حنايا نكونوا أقوياء، نكونوا يعني نعرف حنايا نرجعوا لهذاك الإنسان أو هذاك الشخص لعقله ونوجهوه وننصحوه ونحاولوا أننا نعقلوه وأيضا نكلموه. الكلمات قوية جدا، نقدر نرجعوا الإنسان لحالته الطبيعية فقط بمجرد كلمات، تكون هذه الكلمات قوية هادفة. نروح نولي نقول لكم الكلمة، الهضرة، الهضرة عبرة، المرض يداوى ويبرى، بصح الهضرة عبرة، الهضرة يعني الهضرة اللي ماشي مليحة واللي ماشي مجملة واللي ماشي مجمولة واللي تخسر بالهضرة عيب كبير وعار وحشومة، والهضرة اللي فيها تخسر الهضرة والهضرة العيانة، الهضرة الساقطة، الهضرة اللي متى اللي ما يحشموش، والهضرة اللي ما فيهاش يعني تطيح القدر كامل، والهضرة اللي ما عندها حتى قيمة حتى معنى، اللي ما تحت المستوى. دونك مش نقول لكم الهضرة هذيك راهي الى قاست القلب ويعني تشتت الافكار وايضا تبريز القلب، قادرة تقتل المشاعر، البرد القلب يبرد والمشاعر يعني الخاطر يتكسر ويموت الأحاسيس والمشاعر والعقل، الأفكار قادرين يتشتتوا، واللي عنده أفكار الإنسان سوداء يبداو ينصطاليو الكومونس سانستالي لي زيدي نوار كي كومونس سانستالي، يعني أفكار سوداء يبداو هكذا. دوك الواحد يولي يغضب، ومن بعد يولي يحب ينتقم، ومن بعد يولي يدير صوالح، يعني ردات الفعل تكون سبابا. دونك راعيو مشاعر الناس وعرفوا واش تهضروا، يعني الانسان لازم يراعي مشاعر ويعرف اش يهضر، والعكس يعني جبر الخواطر والهضره اللي تكون زينه وتكون فيها سبحان الله كي يهضرها الانسان يداو مريض يبرى، اللي ما يكون عنده اكتئاب يتحسن، اللي يكون اللي ما يعرفش يعني يكتب تقولي له واو تعرف تكتب مستوى تاعك جيد ما شاء الله، التلميذ لما القرايه تاعو على بالها باللي عنده مور بروبليم ولا عنده مشكل في الدراسه يعني تتجاوز كل هذيك يعني تقول له غير الكلمات اللي قويه وتقول له انت احسنت برافو سي بيان، دائما تشجعوا راح يولي تلميذ نجيب وراح يقرا وراح يستمر وراح دير له هذيك لا موتيفاسيون، هي راح تبنيه القرايه، هي راح تبني التلميذ، لانه فوالا. والانسان اللي يكون دائما عندوش كونفيونس في روحه لما ايضا كل شيء بالكلام، كل شيء الكلام عنده هيبه. علاش حنا الكور فاتونا في العلم؟ قال لك il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. جو تخادوي نترجم معناتها، القاوري يقول لازم تدور اللسان 7 خطرات قبل ما تهدر، معناتها خمم قمن تكون هدرة رزينة وتكون في المستوى، باش كي توصل الانسان هذاك على حسب هدرتك، على حسب المستوى نتاع عقلك، على حسب المستوى نتاع على حسب شخصيتك. الناس كي راك تهدري معاهم، اذا كنت هدرتي معاهم بالرزانة وبالفهامة راح هذيك الهضره توزنك، يعني راح تمثلك. الى الانسان هضر بتخسر الهضره وش 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 وشمت كلش، هذيك الهضره كامل راح تمثله وراح توزنه. دونك فهم يفهم. قال غير نقول لكم واحد الدعاء اللي هو اللهم حل العقده من لساني يفقه قولي، استودعكم الله. جي با دوتر شوز ا راجوتي، نقول لكم تهلاو بزاف روحتيكم، اكتفي بقولي هذا واقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في قناه لوندا ديزات، استنوني في فيديو اخر ان شاء الله. دعموا اختكم باللايك وشكرا على المشاهدات، راح نجيكم نزوركم كيما نتوما اصحاب القنوات اللي راكم تزوروني. نقول لكم تهلاو بزاف روحتيكم والى اللقاء.
Thank you.